ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال، جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين ليقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من ملعب الإمارات في شمال لندن، واحد من أحدث الملاعب وبالتأكيد أفضلها في كرة القدم، ودائما في هذا المكان بالذات الحضور الجماهيري يكون له دور كبير جدا لنادي أرسنال ولإضافة الكثير من الإثارة في مواجهات التي يلعبها الأرسنال. والآن مع النشيد الوطني للفريق الآخر. ها هي البداية إذن. لوك شو، ماغواير، جون ستونز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. لوكاكو، ثورغن هازارد، تحكم مذهل بالكرة، تلعب الكرة إلى الأمام. جون ستونز، كرة طويلة للأمام. هاري كين، تسديدة من أول لمسة، اعتبار صعب جدا على الحارس. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. هازارد يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى، يسيطر على الكرة. لوكاكو، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ. كايل ووكر، تريبيير، كايل ووكر، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول تمريرها من بين المدافعين. مونيير، كرة طولية إلى الأمام. ساكا،
لوك شو. لمسة رائعة من ساكا إلى خارج المرمى. ألدر فيرر يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. كاراسكو. كاراسكو وتسلل آخر. كرة طولية من الحارس. بينية إلى رحيم ستيرلينج. رحيم ستيرلينج سددها بشكل قوي وفي مكان صعب. لا وانتهى الشوط الأول. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. إنجلترا على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أنه دي بروين. ماغواير. لوك شو. تريبيير. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. هازارد. ألدر فيرر. دي بروين. مونيب. هازارد. كاراسكو. تيليمانز. لوكاكو. لوكاكو حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. لوكاكو نعم نعم حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. ملعوبة قصيرة من دي بروين. منيب. والتسديد. ساكا. ساكا بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. هازارد. مرت الكرة بشكل جميل. دي بروين لديه الفرصة الخطيرة. وهذه رمية جانبية. يبحث عن زميله. كرة على الطرف ولكن عشوائية جدا.
تغيير جميل للعب. هازارد، بلجيكا يسعون لخطف هدف الفوز قبل نهاية المباراة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. تغيير اتجاه اللعب على اليمين. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. لوكاكو، منيب يستعيدها. لوكشو، منيب، دي بروين. بلجيكا يبحث عن حل من دكة البدلاء. لمسة من تيليمانز، انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كرة تمر بسلام على المدافعين. الله، ما هذه هي صافرة النهاية. هيا بنا إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، المعاناة، البعض يعتبرها الموت البطيء كرويا. على الرغم من أنها 0-0، لكن مباراة في منتهى الروعة، بإيقاع عالي، بمستوى عالي، بفن، بإبداع. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء.